سافر زياد على أمريكا، بس تكاليف الاتصال هنيك وليه نار. ليلى اقترحت علي طريقة بيستخدموها هن مشان يحكوا مع أختهم اللي بكندا، وشرحت لي عن برنامج بيخليني أحكي مع مين ما كان وين ما كان، وفيني بهالبرنامج شوف صورته كمان. اللابتوب تبعي أسري يعني ما في كاميرا، فقال لي خليل ولا يهمك، بتروح بتشتري كاميرا من أي محل وبسعر معقول كتير وتركبها فوق اللابتوب وبيمشي الحال. شو هي الكاميرا اللي لازم اشتريها لللابتوب؟